خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع اخر، والحقيقه يمكن نتكلم عن اداء مشرف وماتشات قويه جدا قدمها ابطال منتخب الساق الواحده في دوره الالعاب الافريقيه اللي بتقام في غانا. يعني المنتخب المصري فعلا يا جماعه يمكن قدم اداء مشرف، ويعني اثبتوا ان هم ابطال يقدروا ان هم يقهروا المستحيل. المنتخب المصري قدر اللي هو يحصد الميداليه البرونزيه، واللي بتعتبر اولى الميداليات في تاريخ منتخب مصر للساق الواحد اللي بيحصل عليها. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من خلال هذا التقرير. المنتخب المصري لكرة القدم للساق الواحدة حصد الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية الإفريقية المقامة في غانا، حيث نجح أبطال الفراعنة في الفوز بالميدالية البرونزية بعد مشوار طويل في البطولة من الإصرار والتحدي. مسيرة منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة في البطولة بدأت بالفوز على أنغولا بثلاثية مقابل هدف في أولى المباريات، قبل أن ينتصر في الثانية على حساب كينيا بهدفين دون رد. ثم تغلب على رواندا ليعبر للدور نصف النهائي وينهي مسيرته نحو اللقب بعد الخسارة من المنتخب الغاني مستضيف البطولة وبطل بطولة إفريقيا الماضية، ليتوج بعدها بالبرونزية. وتتكون بعثة مصر لكرة القدم للساق الواحدة من محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة ورئيس لجنة تنمية الموارد باللجنة البارالمبية رئيساً للبعثة، ومعه محمد عبد الصبور المسؤول المالي للبعثة. ويضم الفريق اللاعب عرف ناصر وحسن النوبي وإبراهيم بدوي ومحمد عبد العظيم وإبراهيم عبد الصادق وعبد الله مصطفى ومحمد حسين وعيد سعيد وزاهر إبراهيم وأشرف حسين وأحمد إبراهيم ومحمود حمدي وإسلام مجاهد.